خلص خلص لا يسوي لا يسوي الدروز هذول اوسخ منهم اليهود والله العظيم اوسخ منهم انتم لان العمل اللي بتعملوه اجرام وانتم قاعدين بتساندوا في دولة احتلال انتم قاعدين بتساووا في دولة اجرام ولا شيء يخرب بيت ايش فيه كل منطقة تنهد عليهم بإذن الله إن شاء الله بنهدان بالصواريخ بسم الله مع الله أكبر ولله ما بتحبوا الا غير لقطه القتل ما بتحبوا الا غير لقطه القتل جاي على راس الحين حتى يبقى في وجوه الاسلام.